in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتابع سوا بهالفيديو هالفيديو اللي كتير مهم بالنسبة لباقي الفيديوهات. أول شي رح ناخد معادلات التوازن، بعدين مسألة، بقلب المسألة في عنا ملاحظات لازم نحكيها ونتذكرها منيح. أول شي معادلات التوازن. معادلات التوازن لازم تكون موزعة، هي عبارة عن 3 معادلات. معادلة وفق المحور X واللي هي سيجما اف اكس يساوي 0، لازم تكون مجموع القوى على المحور اكس 0. معادلة وفق المحور واي، مجموع القوى على الواي يساوي 0. طبعا معادلة على العزوم، مجموع العزوم يساوي 0. بس في شغلة لازم نتذكرها، انه على المحور اكس على اليمين موجب، على اليسار سالب، على المحور واي لفوق موجب، لتحت سالب، على المحور العزوم عكس عقارب الساعة موجب، مع عقارب الساعة سالب. مسألتنا فتنا على الفحص، واذ منلاقي هالمسألة اللي اجتنا. لدينا الجائز العمودي مبين بالشكل التالي: المعرض للقوى F، المطلوب إيجاد دور الأفعال في المسند A والمسند B، علما أن الجملة في حالة توازن، علما أنه F يساوي 10 نيوتن. حكينا أنه دائما بيجينا نحن المجهول هو ردود الأفعال، ويطلب منا حسابها بالمسائل. أول شيء لازم ركز أنا على المساند وأنواعه اللي أخذناهم بالفيديو الرابع، أنه في أن أنواع للمساند. هلأ بلاحظ أنه المسند A مسند أسطواني ثابت، أما المسند B فهو مسند أسطواني متحرك. مسند A حيكون له ردين فعل على المحور X وعلى المحور Y، يمنع الحركة بهالاتجاهين، يسمح بالتدوير فقط. أما المحور B فإله رد فعل واحد. هلأ شلون بدي بلش حل؟ حتى بلش حل عندي أول خطوة اللي هي جدا مهمة، ارسم مخطط الجسم الحر. شو هو مخطط الجسم الحر؟ او شو هذا اللي رسمته انا؟ هذا عبارة عن الجسم حاطط عليه ردود الافعال فقط لا غير، والقوى لا بحط لا مساند لا حبال لا بكرات ولا اسلاك، بس بحط الجسم وردود الافعال. بعد ما رسمته بأكد انه على المساند، المسند A كان عنده ردين فعل، المسند B رد واحد مثل ما شايفين، RAY RAXY RAX طبعا RBY. هلأ الخطوة الثانية شو هي؟ هي ببلش معادلات التوازن. معادلة الأولى سيجما اف اكس يساوي 0، بطلع شو في عندي قوة على الاكس، ما عندي غير قوة واحدة اللي هي ار اي اكس، رد فعل المسند اي على المحور اكس، هي حسميها المعادلة الواحد. المعادلة الثانية مجموع القوى على الواي لازم يكون يساوي 0، حطلع القوى اللي على الواي، عندي رد الفعل المسند اي، عندي 2 اف لتحت حتكون سالبة، الاف لفوق والاف لتحت اللي متصلين مع بعض هي مزدوجة، والمزدوجة لا تدخل بالمعادلات، تدخل كعازم. هلا حنحكي عنها بالعزوم. طيب وعندي رد فعل مسند بي، هسه عندي RAY ناقص 2F زائد 0 زائد RBY يساوي 0، بشتغل المعادلة بيطلع عندي RAY زائد 2 زائد RBY يساوي 2F، طلع والاف يساوي 10 نيوتن مثل ما اعطاني اياها بالمعطيات، صار عندي RAY زائد RBY يساوي 20 نيوتن. هاي المعادله الثانيه. هلا العزوم، مجموع العزوم يساوي 0. شلون بدي اطلع مجموع العزوم حول اي محور، وشو انا العزوم وكيف بدي اطلع مجموعه؟ هاي لازم ناخذ عليها ملاحظه. اول شيء الوقت بدي ارجع انا افتح صفحه جديده، لازم اخلي مخطط الجسم الحر عندي وما بنساه ابدا. هلا ملاحظة جدا مهمة، دائما نحسب مجموع العزوم حول المسند الذي يحوي على أكبر عدد من المجاهيل، ونعتبر النقطة هي مركز دوران والعزم عندها 0. شلون يعني؟ هلا بلاحظ أن المسند A هو يحتوي لردي فعل، المسند B رد واحد، معناته المسند A يحتوي على ردود أفعال أكثر من المسند B. رح أعتبر المحور عند المسند A، طبعا وقت يكون المحور عند المسند A حيكون ردين للفعل حيكون لأنه مارين من المحور 0، فحيكون RAX و RAY عزمون 0. هاي طلعت اول شيء. هلا نشت الذراع، شو هو الذراع؟ العزم يساوي الذراع بالقوة. طب الذراع شو هو؟ هو البعد العمودي بين مركز الدوران وحامل القوة. هلا حكمل الاثنين F شو عزمه؟ حتكون ناقص F ضرب L على 4. شلون يعني؟ الاثنين F لتحت مع عقارب الساعة جهتها سالبة ناقص. طيب 2F A. طب شو هي ال L على 4؟ ال على 4 هي المسافة بين 2F والمحور اللي هو المسند A.
طلعناها 2F. طيب هلأ المزدوجة، مزدوجة F ضرب A ناقص F بA زائد L على 4، بنقول على السطر الثاني F بA ناقص F بA، بنشر طبعا ناقص F بL على 4 يساوي ناقص F بL على 4. شو الـ A؟ الـ A هي البعد بين القوة الأولى F والمحور اللي هو المسند A. وطلعوا مخطط جسم المحرك تبين معكم، بقى حيكون بعد القوة الأولى F حيكون A، القوة الثانية حيكون البعد A زائد L على 4. شايف أول شي حطيت F بA ناقص F بA زائد L على 4 ونشرت، راحت الـ FBA مع الـ FBA راحوا مع بعضهم بالطرح، بقي عندي ناقص FL على 4. ليش مرة موجب ومرة سالب بالقوتين تبع الـ FA؟ انه اول وحدة FBA لفوق هي عكس عقارب الساعة موجبة، اما الثانية لتحت فسالبة. صار عندي المزدوجة ناقص FBL على 4. شو بقي عندي؟ بقي عندي الرد فعل المسند B هيكون كمان طول عندي طول الجسم الحر هو L، هيكون عندي RB Y ضرب L، وحتصير معادلة ناقص 2F بL على 4 ناقص F بL على 4 زائد RB Y بL يساوي 0. طبعا بس فوت بتصير بسحب ال L عامل مشترك وبقسم عليه، حتصير عندي ناقص 2F على 4 ناقص F على 4 زائد RB Y يساوي 0. هلا حاجمع ثلاث معادلات يطلعوا معي، المعادلة الأولى تبع مجموع القوى على X، المعادلة الثانية والمعادلة الثالثة. هالثلاث معادلات، من المعادلة الثالثة بنطلع الـ RBY، فبيطلع معي الـ RBY يساوي 12.5 نيوتن. ليش؟ بعوض بالـ F10 وبنقلع على الطرف الثاني. وبعد ما طلعت الـ RBY فحت ما حيطلع معي الـ RAY. شلون؟ بعوض الـ RBY بالمعادلة رقم 2 والـ RAX عندي يا صفر. هيك كنت طلعت ردود الأفعال المجهولة. مسائل بتجيني على هذا النمط كل فصل التوازن، واتمنى تكونوا استفدتوا هالمسألة واتمنى تدرسوها منيح. وطبعا الفيديوهات اللي قبل جدا مهمين نتابعهم، مع انه نظري ولكن هو اللي حيفوتنا على الحل، مثل ما لاحظنا ردود الأفعال والمساند وكل شيء. شكرا لاستماعكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا كثير.